السلام عليكم خوتي خواتاتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ انا دائما حتى كنبغي ندير فيديو، عاد كنبقى نقاد واش كنت واش كلكم ولا غير دوني اللي كتوقع عليها. اصلا غير دوني كتوقع عليها. بعدا كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنىكم ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو ديال اليوم. ايوا اليوم البنات فريق اش غنقول لكم؟ اش منك يا طاقه ايجابيه، اش منك يا حداقه، اش منك يا شقه، اش منك؟ الحمد لله على كل حال. المهم البنات، قبل ما ان شاء الله ما نبدا الشقاله شي حاجه، ان شاء الله جيت نفطر. كانت جات عندي البنات الهام، المهم هذا الفيديو قديم شويه، كاع الفيديوهات اللي كتشوفوا راهم قدام شويه، وهذا الفيديو كانت صورته غير الهام وخديته ليها لان التليفون ديالي ما كتطلقوش ليا بنتي. المهم هذا ما كان ان شاء الله البنات، جات الهام قاتني قلت يلا غنفطر انا وبنتي اسراء. راجلي البنات كان في الخدمه الصراحه ما كيجيش نهار كامل، جات حتى العشيه عاد جا، واصلا راجلي مبقاش كيجي للدار بزاف. المهم ملي كيسمع شي وحده جايه عندي ما كيقدرش انه يجي للدار، احتراما لديك الانسان، لان كاين بعض العائلات اللي ما كيقدروش ان الراجل كيكون في الدار ويجي كما قلت لكم، احتراما لبعض الناس اللي كاين اللي كتقدر انها تسمع راجلك كاين ما تقدرش تجي عندك. وصافي هذا ما كان اخوتي. المهم ان شاء الله غادي نفطر دابا ان شاء الله، وان شاء الله نوض البنات نكمل ندير معكم روتين خفيف ظريف. ان شاء الله اليوم غادي نطيب البنات الغدي، وان شاء الله دوزت النهار ما صراحه دوزت نهيري روتين اللي هو خفيف، وطيبت الغداء وداك الشيء. المهم البنات دابا لقيتوني يلا فطرت. المهم اسراء راه باقا كتفطر. ان شاء الله دابا غادي نطيب معكم الطنجيه. الطنجيه راه معروفه، راه ماشي غادي نوريها لكم، غير غنشاركها معكم. راكم عارفين دايما كنت كنديرها، لان قلت لكم راجلي كيموت عليها ماشي الكاميرا البنات. الكاميرا خسرت لي ديك السيبور كتهود الراسه، لان راجلي راه كيحماق عليها. راه ان شاء الله غادي نشاركها معكم. دابا جبت الدجاج باش يطلق، لان ضروري خاص الدجاج البنات يكون في الفريكو. الا بغيتو ديروا الطنجيه هذه خاص ضروري الدجاج يكون في الفريكو. وحاجه اخرى، الطنجيه ديالتي ديال الدراوش، ماشي تقولي لي لا ما كيدارش فيها، ديال ما كيدارش. عرفت راه بعض المرات كاين اللي كتقولي ما كيدارش فيها البصله، كاين اللي كتقولي ما كيدارش فيها الملحه. انا كندير هذاك الشيء اللي غادي نقدر ناكل زعما. انا لا قد جهدي المره هي راه عندها شحال من حاجه، راه عندها قوامها تبارك الله باش تجيك الطنجيه طنجيه على حقها وطريقه. انا هادشي اللي كنت كنعرف، وهادشي اللي علمتني واحد المره شحال هادي. كنقول تحيه لكم هذا الفيديو. بعدا دابا ان شاء الله يلا معايا غادي المهم نكد معكم الطنجيه ان شاء الله، ونقرضوا البصيله واللي كثر غنشاركها معكم. والمهم البنات كما شفتوا هنا جيت ان شاء الله باش غادي نطيب الغداء. اول حاجه بعدا ما تضحكوش على الكوكوت ديالي ما تضحكوش على الكوكوت ديالي البنات، الصراحه كلها مبرقعه. قالت لا لا اسراء داك النهار قال لها دماغها شنو ديرها اسراء، نوضي هرسي الكوكوت لماما كازت هي تخبط عليا هي تهرس ديك الايديه ديالها الفوقانيه. صافي قلت ماشي مشكل كنقضي بها. المهم البنات انا جيت نطيب الغدا الصراحه مشى الحال. والمهم اصلا الدجاج عندي كان مرخوف شويه، حيدته غير من الميكا حيت كنت حاطاه في شبيكه في الميكا شبيكه في الميكا جالسه البنات هي المهم البنات وسميتها غادي ندير البنات الطنجيه. الصراحه النهار اللي كنوحل اهم احسن حاجه كتجيني ساهله هي الطنجيه، ولو انني انا غير كنعيط الطنجيه حيت الطنجيه فعلا هي اللي كدار في القله وفي شحال من حاجه. والمهم البنات هنا راه كانت عندي الهام في الدار اليوم. المهم جات عندي مع ديك 9 ديال الصباح غير بغات تبرك معايا بحال هكا شويه. والمهم بركنا البنات الصراحه. المهم كانت الدنيا مرونه، لقاتني كنجمع في الدنيا ولقاتني كنصبان وعطيت شحال من حاجه ما نعاودش لكم. الروينه الروينه كما قلت لكم البنات، كل نهار الواحد يدير حاجه، ماشي كلشي غديريه في نهار واحد، لانك الا درتي كلشي في نهار واحد اول حاجه غادي تجيبيها في صحتك، ثاني حاجه غادي تمرضي الصراحه. وحتى ديك الحلاوه ديال انك سكنتي في شي دار جديده ما غاديش تحسي بها، لان الحلاوه ديال الدار انك كل نهار تصاوبي حاجه جديده، كل نهار تفيقي على اساس انك باغا تصايبي حاجه جديده. هنا هي الهام واقفه كتحتت معايا. المهم كل نهار زعما على اساس انك توقفي تصاوبي شي حاجه. هادشي وليت البنات كندير الصراحه، كل نهار البنات كندير حاجه جديده، وكل نهار وربي راه غيسر الامور للجميع ان شاء الله. وان شاء الله البنات الفيديوهات اللي غيكونوا جاي اللي غيجيو ان شاء الله غيكونوا زوينين ان شاء الله وغادي يعجبوكم. وصراحه انا فيديوهات البنات ما كنخططش ليهم، الفيديوهات ديالي كيجيو هكاك منهم راسهم تلقائي الحمد لله. هادشي اللي بزاف ديال المشاهدين ولاو كيقولوا لك يقول لي هاد الحاجه هي كتعجبنا فيك، انك ما كتمثلي ما حتى شي حاجه، لدرجه ان الهضره ديالي ما كنعرف اشنو كنقول، ماشي كنخربق ولكن هضرتي ما مزوقه ما والو. الحمد لله مغربيه قح نهضر بالمغربيه ديالي وزيدها برا برا كنقمقم، والحمد لله مفتخره براسي عاجبني راسي الحمد لله. المهم البنات كما قلت لكم الفيديوهات اللي غيكونوا جايين ان شاء الله غادي يعجبوكم ان شاء الله. ما كاين البنات غير الخدمه غير الخدمه، كل نهار ان شاء الله فيديو. وشكرا بزاف الناس اللي كيدعموني، الناس اللي كيشجعوني دائما في الفيديوهات ديالي، كيقول لي غير صوري حنا معاك وغنبارطاجيوك الله يجازيكم بالخير.
والله يديرها لكم ان شاء الله في ميزان حسناتكم ان شاء الله. وشكرا بزاف للناس اللي كيبغوني انا، اللي كيبغوا دنيا، اللي كيبغوا يعاونوا دنيا، لان ما هدفهم حتى شي حاجه من غير انهم غادي يعاونوني ويوقفوا في جنبي. كنقول لكم شكر خاص لكم، تحيه لكم من عند اختكم دنيا، تحيه لخوتي المغاربه، تحيه للجزائر، لجميع الدول كلهم كنقول لكم تحيه كامله من عند اختكم دنيا. الله يخليكم ليا يا ربي، والله يطول لكم في عمركم، وكل ما كنتوش نشوف بلا بكم انا ما غاديش تكون دنيا. وان شاء الله انا غادا ان شاء الله درجه بدرجه حتى ان شاء الله نوصل، وهذا ما كان اخوتي. المهم ان شاء الله غادي نكمل معكم لا فيديو باش ما يجيش طويل بزاف بالهضره بلا بلا ديالي. بقاو مع شويه ديال النشيد ان شاء الله ونرجع معاكم. سلمت قلبي يا ربي لتغسله، رفعته لك من خوفي فأنت له. تعبت مني فكم أسرفت أتعبه، وعدت نحوك منهوكا لتحمله. الذنب يثقله والعشق يحرقه، فأين أمضي وحول الوزر والوله؟ يا ربي خذوا إلي الآن، إن به شوقا يرتل في حزن تبت له. فكل نبضة حب في ناظرة إليك ترجوك في شوق لتقبله. رفعته لك قلبا ملؤه أمل، يهفو لترضي أشواقي وتنزله. بحثت في ليل قلبي عن سناء هدى، فلم أجد غير بدر ظل منزله. ورحت مستقبسا نور السماء سنا، حتى أوزعه شمعا وأشعله. يا ربي تعلم ما. المهم البنات ان شاء الله دابا غادي ندير، المهم قررت البصله ديالي داكشي، المهم دابا ان شاء الله غادي ندير نص كاس ديال الزيت، ونص كاس، نص كاس ديال الزيت الروميه، ونص كاس ديال الزيت البلديه. والمهم البصله البنات شلطتها وشويه الكمون. البنات انا من الافضل الكمون، انا عارف حيت ما كنكونش موجده داك الكمون، كمون حبوب راكم عارفين كنديرها كمون عادي، هو من الافضل ديروا الكمون حبوب فهمتي، تحكوه بحالكم في يديكم وديروه في، وديروه زعما في سميتو، وديروه في الكوكوط ديالكم. المهم والملحه ما كدارش، انا كندير ضروري شويه الملحه، انا بعدا ولفت الملحه ما عندي ما ندير. صافي هذا ما كان البنات، ان شاء الله دابا غنسد الكوكوط، وانتظروا المفاجاه ديال الكوكوط، تموتوا بالضحك. الايد ما عندهاش كنسدها غير بزز الصراحه، مع تهرست ولا داك الايد ديالها ولات كتدقني. المهم البنات هذا ما كان، نتمنى ان هاد الروتين ندير هاد اليوم يعجبكم، وعلى قد الحال وقبلوا على اختكم الدنيا. اي حاجه كنديرها كنديرها على قد الحال الحمد لله، ما كنزيد ما كنقص، كنوريكم حياتي الحقيقيه كما هي، باش نزيد ولا نقص حاشا ولله اللي كاينه. وكاع ولو كاع ربي يسر لي، علاش نشارك معكم حياتي؟ ولا رزقني الله بشي حاجه راه نفرح بها والحمد لله. المهم البنات دابا ان شاء الله غادي نسد على الكوكوط، وغادي نخليها ان شاء الله طيب على خاطرها. الكوكوط عدي في هذه اللقطه غتموت بالضحك، الكوكوط البنات راه خاصها تمشي تنعس في السبيطار، كلها مدقدقه الجلده كطيح. ما نعاودش لكم المعلم كل ساعه قال لي المعلم واش ما كتعياش، كل ساعه جايبها لي قلت لها قضي قضي يا عمي صلى الله يجازيك بالخير. حتى ان شاء الله كان يلا كنت شريتها، والله يا البنتي الا كنت شريتها، ماشي انا اللي كنت جبتها واحد المره، دابا راه شي عام تقريبا قربت عام. والو يا البنات عاتي ما نعاودش لكم خرجات فالصو. المهم البنات هنا ان شاء الله نسى، المهم حتى الغدا كيطيب، والهام المهم كانت بركات مع اسراء في البيت. جيت انا ان شاء الله باش غادي نصبن، عندي البنات عرام ديال الصابون، وصبنت صبنت ومازال الصابون، الصابون زعما البنات اش غنقول لكم، ما بغاش يسالي الصابون عندي لان كان تجمع عليا وداك الشيء كما قلت لكم البنات، كانت تجمع عليا ملي كنت ساكنه في ديك العشه. المهم كانوا قطعوا علينا الماء وقطعوا علينا الضو، صافي البنات وبركت هكاك، وما كاين غير بدل الاسراء وخشي في الماكينه، وما نعاودش لكم دابا عتي راه تعذبت انتم راك. والمهم السطل مورا السطل، وكنشروا الحبوله هادو مصايبينهم هاد الناس هنا بعاد عليك انك تطلعي باش تنشري، شويه كتجي القضيه صعيبه. المهم
حتى ان شاء الله نديرو نقعد تحبوا ولا يكونوا قراب شويه ليا ان شاء الله، على ما نحل على ما المهم المهم ما حد هنا نتعايش مع الموضوع ونتقبل اي حاجه. انا الحمد لله اي بلاصه كانت تعايش معها وكنتقبلها، ولو يكون ما حاملهاش كنتقبلها لان ما عنديش البديل، ما عندي لا امي لا اختي لا فين غنمشي. كنحاول نعتمد على راسي بحال هكا ونتقبل اي بلاصه، اي حاجه جات من عند الله مرحبا بها. ومن دابا ان شاء الله غادي نشري الحويجات. بعدا اهم حاجه شي حاجه اللي عجبتني هنا انك تنشري حوايجك واخا يبقاو 3 ايام كاع ما تنضي تحيدي وما كاينش اللي يديهم لك، ماشي بحال في الزنقه كتنشريهم الا نعستي ونسيتيهم يديوهم لك. واخا صراحه انا عمرهم ما داو ليا حوايجي، مره واحده اللي كانوا داو ليا واحد السروال وبقى فيا الحال، ودابا راه شي عامين دابا. المهم البنات ان شاء الله دابا غادي ننشر وغنوريكم ان شاء الله، غنصبر واحد الليمطات تا هما وداك الشيء ونبقاو معاهم. المهم البنات كما شفتوا الليمطات تا هما والحوايج اللي بقاو لي اني صبنت تبارك الله، وهذا الشيء اللي صراحه البنات راه نقول لكم بديت مع الصباح مساليت حتى الخمسة د العشيه صافي سخفت البنات في هاد اللقطه هذه راه كنصور لكم وانا فاقد الامل ومدقدقه، والصباغه باقي ما صبغتش البنات، البنات اللي كيسولوا باقي ما صبغتش. ان شاء الله غنوريكم الصباغه وكل شيء ان شاء الله غنشارك معكم في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. كونوا في الموعد ما تمشيو فين. والمهم النهايه غتكون على هاد الماكينه هذه اخر صافي بقى ليا، وبقات ليا شويه ديال الحوايج هما اللي بقاو ليا. المهم صافي الصراحه عييت وقلت في عقلي غنصبن غير هادو والله يجعل شي بركه. المهم بقاو معايا ان شاء الله وبسلامه عليكم ان شاء الله الفيديو الجاي. كما قلت لكم البنات الصراحه بزاف ديال الصابون، وكما شفتوا هنا الطلانطه البنات حيدتهم باش نصبنهم. درت المهم الماكينه كدور صافي بقى لي والو، كان بقى لي غير داك الشوي صافي هو اللي بقى ليا، وهاد الطلانطات هما اللي بقاو لي ان شاء الله باش غنشرهم ان شاء الله. وصافي هذا ما كان، وما تنساوش يا البنات لي لايك ولي كومونتير وتبارطاجيو هذا الفيديو، الله يجازيكم بالخير عاونوا اختكم دنيا ان شاء الله. كان طموح علاش لا ان شاء الله نخرج لداري ان شاء الله، علاش لا ما نبقاش غير هنا الصراحه لان السكنه ما عجبتنيش، ولكن خاصني نصبر ما عندي ما ندير. بسلام عليكم ان شاء الله الفيديو الجاي.